حياكم الله مشاهدينا، مرحبا بملايين في وخلصت طبعا بداية عشرة من رمضان، صح ولا لا مروة؟ صحيح. ما شاء الله ومشت ولا حسينا بها. اليوم طبعا في حلقة جميلة ومتميزة أكيد مع ضيوفنا الرائعين لكل مرة، صح ولا لا مروة؟ صحيح، يسعد مساك سعيد يا ربي، ويسعد مساكم مشاهدينا ومساكم نور وسرور يا رب. إن شاء الله يا هلا مرحب فيك ام مريم. في قطار يونو. هلا ابوي. انت البارحه قلت لي يبي لي قطاع، يبي لي ابو كليب، ويبي لي ابو طيره، ويبي لي ابو تيله، ما شاء الله، ويبي لي المزره، ما شاء الله، انزين، ويبي لي كل القطع. ويبتش غاويات ما شاء الله، كل واحده احلى من الثانيه، حتى شرايات خضراء، حتى الشيلات، انا باخذ الخضراء. الله الله، هاي انا شكلي باكر بلبسها انا، هذا انا حبيت الخضراء. في هذه هاي قطعة بعد، شو يسمونها هاي؟ هذه البنيرة، وهذه بعد الشيلة مروة. مروة جودي تفرجي، هذه هاي مال الشيلة، هذه ابن فوالك، هذه عندها دمعة الفريد اللي هي شلت الشيلة، صح اللي يسمونه بعد بفضة او شيء كذي، صح؟ فضة، هي بفضة ما شاء الله. هذا ابوي انت وصيتينا بليش، وهذا هي بس خالتي شو اسمه، انا يعني خذيت. لا والله هي خذيت ترى رحت اخذي بعد خبر، انا باخذ هذه حبه الخضرة. انا لا، انا رحت سوق القديم وشريت وشي، يعني انا الحين طول النهار احوط بالسوق وادور من دكان لدكان، اخر شيء تقولي انا ما خلاص باخذ عنك الملفع، خلاص الشيله شمس حرقت راسي سموحه خالتي، والله العظيم بس شو اسوي يعني، البارحه كذا دقت راسي العواطف، هنا العواطف اليوم ما هاتي اغراضي بس اعطيها على اشتري، انا باخذ هذه عقب الهواء على الله. وانا سامحيني الله يخلي، سامحيني الله يحفظك يا ربي. بديت يا مريم جميله سوالفها فعلا، شفتي هذه القطع، هاي القطع هي القديمه اللي كانوا يلبسونها خالاتنا، او انا صدقت تصير السوق القديم وهي دوم دبي مول. وهنا الحين في السوق القديم، هو ما لنا غنى عنا، صح ولا لا خالتي؟ صح، الاشياء القديمه وين نحصلها دائما؟ في السوق القديم، في السوق القديم، في السوق القديم، الشارجه ولا في دبي ولا كل هذا الملابس موجوده، صح، في كل مكان. رحب خالاتي اليوم اللي معك، الله يعطيهم العافيه، سنديه وامبرمانها ما شاء الله. اليوم اكيد في شيء محضرين لنا حق ضيوفنا، اليوم بتحضرون لنا الجيمات، صح؟ جيمات، ومحضرين لكم اشياء ثانيه اليوم عندنا، بنتكلم عن ايام رمضان يوم كان شو يسموه، وعن ايام يوم يصير يصلي التسكا، يوم اليوم ما شاء الله امطار الخير ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. زين، بنتكلم كيف كانوا يعني الاول يوم المطار يشح عندهم، وش يقولوا وايش ياخذوا وياهم الاوليين، زين، وبعدين نتكلم عن رمضان. رمضان ترى في 30 يوم مثلا، هنا. كل 10 ايام شو اسمها؟ صح، الاوليين يسموها، نتكلم على كيف كان يجيبوا الحطب اول ومن وين وكيف يعني عن هالاشياء. واليوم ضيوفنا من السلطنه، ضيوف متميزين اكيد، بيستانسون معاكم في ركنه التراث. خلينا نرحب بضيوفنا، يلا تفضلي سهام. ضيفنا اليوم مشاهدينا ممثل عماني موهوب منذ الصغر، حصل على العديد من الجوائز، شارك في مهرجانات عده، وحصل على المراتب الاولى في التمثيل المسرحي. رحبوا معانا بالفنان العماني خالد الكعبي. ايضا ممثل عماني شغل الكثير من المناصب في مجال التمثيل المسرحي والتلفزيون، بحيث انه بيطلعنا على واقع المسرح العماني بكل جوانبه والصعوبات اللي واجهها والتطورات اللي حصلت في الدراما العمانيه. رحبوا معنا بالدكتور طالب بن محمد البلوشي، خبير دراما اول، يا هلا ومرحب فيكم، تفضلوا. مرحبا بضيوفنا من السلطنه، نورتونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير، وانتم بخير يا رب، كل عام وانتم طيبين، مبارك عليكم الشهر، عليكم بالخير ان شاء الله يا رب. وعليكم يا رب، هلا ومرحبا فيكم، الله يحفظكم. تسلمين، احسنت. طبعا خالتي مريم جهزت لكم الدخون عشان ترحب بكم مره من اول ما تدخلون. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظكم، حياكم الله. سؤال تقليدي اللي دوم انا ومروه، بس خلي مروه تبدي اليوم، ايش رايك؟ كيف رمضان وياكم؟ خبرونا عن الاجواء القديمه واجواء الحين، هل اختلفت؟ والله رمضان شهر خير. نعم. اولا قبل ما نتكلم عن رمضان، احب اهني كل الامه الاسلاميه بهذا الشهر الكريم. نعم. والامه العربيه وشيوخ الامارات والمشاهدين المتابعين لهذا البرنامج، واقول للجميع كل عام وانتم بخير، ونعاد عليكم بالخير ان شاء الله. امين يا رب.
رمضان لو تحدثنا عن المراحل العمرية يعني فيما في السابق أو في الآن، نعم. رمضان في السابق كان شوية يختلف بحكم حركة الحياة يعني الاجتماعية سواء أو التقنيات اللي تجددت، سنوات اللي تغيرت، صحيح. والأمور كلها تغيرت يعني، صحيح. سواء من الناحية الإنسانية والاجتماعية وتقدم الأمم في نفس الوقت، صحيح. صار في تغيير. زمان أول، خلنا نقول زمان أول، معلش على عمري أنا يعني، الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية بعدك ما شاء الله عليك. الله يسلمك يا دكتور عبد الدني، أنا معك بعد وراك. الله يسلمك يا رب العالمين. زمان أول كانت بساطة جدا يعني، رمضان كان تقريبا يعني على مستوى الحارة، صح، الفريج يعني. ولما كانوا يعلن عن رمضان يعني يضرب المدفع أنه على أساس خلاص بكرة رمضان ويهل لرمضان، كان استعداد كثير أجمل. نعم. كنا نستعد لرمضان، شهر روحاني بشكل عجيب جدا، صحيح. يعني هو المبدأ ما فقط في الأكل وغيره، صحيح. في روحانية عجيبة في رمضان، في اللمة. كيف يستعدون في عمان؟ خبرنا أكثر. والله عمان حالة مثل حال كل الدول الموجودة العربية، نعم. سواء كانت أو الخليجية، ما تفترق، هي مجرد بعض العادات والتقاليد المتلامسة بينهم يعني، في فروقات بسيطة جدا، ولكن كروحانية رمضان شهر الخير، نعم. شهر القرآن، الحمد لله. بالتالي يعني الواحد يتميز بالعبادة في هذا الشهر، بالعكس الواحد أخلاقياته تتغير، نعم. سلوكه يتغير، حياته كلها تتغير في، نعم. هذا الشهر، سبحان الله تعالى يعني. واليوم طبعا صار السوشيال ميديا وتقدم، صارت الأمور أهدى وأسهل بكثير. إحنا أول رمضان كنا في الرمض، في الحر، صح. في الرطوبة، صح. في الشمس، ما كان عندنا هذا اللي موجود اليوم، والعريش والبيوت بالضبط، عرشان وغيرها. اليوم مكيفات، ومثل ما قال لي واحد من الأخوة من ملاحظة بالنسبة للكهرباء، إن في رمضان ترتفع فاتورة الكهرباء أكثر عشان النوم أكثر، صحيح. والحين اتوقع مضاعف. بالضبط. بالنسبه لك خالد انت؟ والله رمضان مثل كل سنه الحمد لله لك يا رب، نعم. زادت العبادات في هذا الشهر، لازم نستغل في هذا الشهر، وعاداتنا تقاليدنا مثل الشيء يعني، ما في فرق بيننا وبين الناس. احس لانه يمكن هو اصغر في الجيل الشباب يعني اكثر، يعني العادات ما اختلفت وايد عليه، صحيح؟ يمكن لأنه ما اختلفت عادات رمضان بين الماضي والحاضر، تحس أنها جريبة شوي. لا ما اختلفت، يعني مثلا زمان كنا نلعب كرة قدم في رمضان، نعم. لليوم يلعبون كرة قدم في رمضان. على جسمه. شوف هو ما يبي يكبر عمره ونفس لا ما يكبر نفسه، لكن زمان كنا نلعب، لكن الحين خاز، نعم. أيضا كان معانا ميزة هالزيارات الأهل، كنا قبل نتزاور نجلس، تبادل الصحون الحين ماشي هذه، الحين الصحون بلاستيك كلها، اي والله، عشان تروح برايه خلاص. ما ترجع، ولا قبل تعلم تنكتب الاسم وكل شيء عشان والضيع. والله انا اذكر زمان العيايز كانوا ياخذون الروج يكتبون، لا والاظافر، مال الصحن اظافر يعني، مال اظافر هي الصحن والقدر يعني، على اساس الصحن ما يضيع يرجع مره ثانيه. ترى الحرمه قبل كانت تقدس شو يسمونه المواعين، يعني هالموضوع بنتكلم فيه مع خالتي مريم بعدين، صحيح. صدق يعني المواعين مسكينه، يا دوب خمس صحون سبع صحون بتضيعها اذا صارت ما ردت. محمد ومحمد علامه خاصه. الله يعطيكم العافيه. دكتور طالب، خلينا نتكلم عن بداياتك الفنيه. والله يا طويلة العمر، يعني بداياتي الفنية أنا بديت في 74، ما شاء الله. كنا مجموعة طلبة يعني اجتمعنا مع بعض، ومثل ما يقولون كان المصروف اليومي هو اللي نتصرف فيه، نجمع شوية فلوس، استأجرنا مبنى بيت صغير، زمان كانت البيوت صغيرة أيضا، فيها بويت كذا في حوش. فبحكم أن نحن يعني كنا محبين للمسرح، ورأينا الجيل اللي سبقنا، طبعا في أجيال سبقتنا في عمان وفي الخليج أيضا، فاجتمعنا مجموعة شباب كذا اللي كان فيهم ناس كانوا مهاجرين، جاءوا من الكويت، جاءوا من قطر، جاءوا من دول الخليج، جاءوا من مصر، جاءوا من عدة أماكن بعد الهجرة قبل 70 يعني، فعادوا إلى الوطن. فاجتمعنا كلنا، عملنا مسرح، كنا نعمل سكتشات صغيرة، أنت تكتبين قصة، أستاذة تكتب قصة، أنا أكتب قصة، وفينا واحد أكيد خبرته أكبر فيعلمنا كيف نمثل. صح. مرت الأيام شوية شوية لغاية 1980 تأسس عندنا في عمان مسرح الشباب،
ومسرح الشباب كان يتبع الحكومة وزارة التراث والثقافة. نعم. هذا المسرح كبر وكنا نعرض مسرحيات عالمية وجونا أساتذة من جمهورية مصر العربية ولبنان ووطن العربي علمونا أيضا ما هو ماهية المسرح، وأيضا شبابنا طلعوا في دراسات أخرى إلى الكويت مع قاعد في المسرحية، إلى مصر منهم أنا يعني في المسرحية، إلى بريطانيا. ما شاء الله. تخرجوا الشباب وكبر المسرح وأصبحت أيضا الآن في عمان حركة المسرح تقريبا لا ندعي، لكن أعتقد كذا اليوم حركة المسرح في عمان أقوى حركة في الخليج. نعم ما شاء الله. بالنسبة لك خالد، من وين ابتدى مشوارك الفني؟ والله ابتديت مشواري من أيام المدرسة. كنت في أغلبيتنا على فكرة. نعم. وأظن سهام أيضا كنت أكيد. مذيعة في الإذاعة المدرسية بكل شيء، موسيقى بكل شيء. هناك بداية المواهب في المدرسة. كنت في صف ثالث ابتدائي، صف ثالث ابتدائي طلعت على جماعة المسرح، كان معاهم مسرحية، كان في شخص ماسك دور البطولة، وكان الأستاذ دائما يقول له عيد الحوار. فكنت أنا ما كنت لا مشارك ولا كنت، بس كنت جالس أشوفهم مشاهد. من الباكر نفس الشيء، هو من كثر ما كان يعيد المشهد أنا حفظته. فصرت وطفلت على الأستاذ، قلت له لو سمحت ممكن أطلع؟ قال شو تسوي؟ اليوم روح معصب وهذا، لا بطلع أشارك شوية. قال ايوش؟ قلت له هذا الدور بغى أجرب. قال يتفضل. فجربت. أول ما جربت قال لي أنت كنت قبل تمثل؟ قلت له لا أول مرة. قال لي خلاص استمر على هذا المشهد، على هذا الدور. قلت له أوكي. صرنا في المسابقة، كانت مسرحية مسابقة، صرنا والحمد لله طلعنا فيها المركز الأول. ما شاء الله. وهذه كانت بدايتي. حلو اني وثقت في نفسك انك فعلا تقدر، يعني تقدمت بنفسك بكل ثقه، لكن اكتشف موهبته. من اول مره اكتشف موهبته. الحمد لله. دكتور طالب، في اكيد عقبات واجهتك في هذاك الزمن، لانه يختلف ما بين الحين. نقول بيئه مهيئه للجميع، الامكانيات كلها موجوده. في السابق كيف كانت التحديات؟ هي العقبات ما كانت اجتماعيه بالنسبه لنا نحن، يعني لو انا لا مش اجتماعيه، هي لسات كوادر الفنيه وغيرهم. يعني احنا كنا بدانا صغار. نعم. مثل ما الكل يبدا سواء في مدرسة أو في كل في 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 مسرح، في جمعية، في حارة، يعني كلنا بدأنا صغار، بدأنا الحياة المادية كانت أيضا صغيرة مثلنا نحن. فبدأنا كانت العقبات الحقيقية هي عدم وجود مكان للعرض، عدم وجود يعني نصوص جيدة، فكنا نألف سكتشات من عندنا لغاية ما تطورت الحكاية، تطورت الأيام. نعم. وتعلمنا، صرنا الأفضل. للمعلومة فقط، أنت تعرف أستاذة العزيزة، في عمان العنصر النسائي في تلك الفترة في السبعينيات كانت أكثر من اليوم. صح شيء عجيب. أكثر شيء مسلسلات اللي تتابعها نحن كانت مسلسلات ألمانية. بالضبط، يعني العنصر النسائي كان أكثر من اليوم. صح. لأن كان في نوع يعني من الاشتغال، نوع من الثقة في النفس. صح. الناس كانت تثق في أنفسها أكثر من اللازم. يعني اليوم صار كل واحد يخاف من اللي يصير حوالينا. يعني صح. أول كانت البيوت صغيرة والقلوب كبيرة. صح. فالناس كانت طيبة بين بعضها، سواء كان احتفاليات مسرحية في المدرسة، في حياتنا الاجتماعية، حتى أول يعني تتعرفون بيئة الإمارات، العروسات أول غير. صح. وين عروسات اليوم؟ صح. وين عروسات؟ صح. فهي يعني مثل ما تقول طقس فني في تلك الفترة كانت مفتوحة بشكل أفضل. صح. اليوم في حذر كثير. نعم. أول ما كان في حذر، ولكن كانت حياة جميلة جدا. أكيد. فلذلك أنا ما أعتبر عقبات كبيرة كانت. نعم. بالعكس اليوم العقبات أكبر. صح. اليوم صارت الفتاة يعني إذا أرادت أن تمثل وايد حذر. لا تروحي مش عارف، يعني قد تكون بعض. نعم. المجتمعات لا زالت محافظة. نعم. ولكن في المدرسة يطلعون ويقول لك بس أوكي خليك في مجال المدرسة. يعني الآن إحنا في مجتمعنا مقفول، أفضل إن البنت تكون أبلة تدرس البنات في المدرسة. أي والله، هذه المهنة اللي أكثر شيء يبغون تكون موجودة فقط أبلة في المدرسة. وهكذا يعني. صحيح. خالد، فينا أشياء مشتركة. شو هي؟ التخصص التعليمي في إدارة الأعمال. يعني أنت درست إدارة الأعمال والموارد البشرية. بعيد جدا وبعيد كل البعد عن التمثيل. مثل ما تقولي، قلنا نضرب عصفورين بحجر واحد. أوكي. الموهبة لها
طريقها الخاص. صقلت موهبتك بطريقة أكاديمية خاصة يعني. وقلت الدراسة لها والشغل له طريقة خاصة. نعم. مثل ما نفس طريقة تفكيري على فكرة. أيوة يعني كلنا مشتركين مثل ما قلتي. هذه هي. إنزين فقدرت أن تشتغل في التمثيل ولكن تدرس إدارة الأعمال. أهم شيء كنا ننظم الوقت، تنظيم الوقت، تنظيم البروفات، تنظيم الدراسة، تنظيم أيضا في الأشياء اللي حاب أسويها أنا بنفسي. نعم. مثل الرياضة، الجلسات مع أصدقائي، الجلسات مع الأهل، كل هذا تقدر تسويه أو أكثر من شيء تقدر تسويه بس إنك تنظم وقتك. أكيد. صحيح أكيد. أنا وأنا بعد الدكتور طالب بعد في أشياء مشتركة إن نحن من الزمن القديم. لا ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليك سيهام بجيب لكم القهوة. دكتور طالب قدمت برنامج غنائي في الإذاعة، خلينا نتكلم عن هذا البرنامج عن المطربين القدامى. والله كان في عندي مشروع اسمه أو برنامج عبارة عن سهرة إذاعية غنائية اسم السهرة قوانات. تعرفين القوان زمان كانت عبارة عن أسطوانة القار من أيام زمان، فكان يجيبوا الأسطوانة يصنعوها في الهند أو في بريطانيا، وحتى كانت صورة الكلب اللي قدام السماعة قدامه. فهاي القوانات عبارة عن أسطوانة زمان وكانوا يشغلوها بالماكينة فيها مسمار زي تسلمين الله يخليك يا رب بارك الله فيك. فكانت كان عبارة عن مسمار يقعد فوق الأسطوانة فيضربوا له هندل بالهندل وتشتغل الأسطوانة. نعم. وتشتغل الأغنية. زمان طبعا كان في مطربين كثر في خليجنا العربي. نعم. والبدايات كانت في الكويت بالذات يعني. نعم. وأيضا عمان كان فيها شوية أسماء معروفة منذ القدم والإمارات وقطر والبحرين. وأغلب التسجيلات حسب الكتابة اللي أنا أو القراءة اللي درستها كانت تحصل بين الهند وبين البحرين. نعم. أغلب الشركات كانت. فبرنامج قوانات عبارة عن برنامج يتناول المطرب مثلا لو قلنا بالروغة. نعم. في الإمارات. نعم. فالبرنامج يقدم حياة علي بالروغة، ماذا قدم من الأغاني، من اللي كتب له، من اللي لحن له، إيش الأغاني اللي غناها، وإيش مناسبة الأغاني، إيش قصص الأغاني هذه بالذات. فكنت أقدم سهرة كاملة لمدة ساعة كل أسبوع، سهرة 13 سهرة تكلم عن المطرب الفلاني، حياة المطرب الفلاني مدة أسبوع في الأسبوع حلقة. نعم. فسافرت إلى كل دول الخليج أجمع الأغاني من مكتبات الإذاعات، أجمع الأغاني القديمة، والحمد لله يعني مثل ما يقول أثرت على كنز جميل جدا وقدمت من خلال هذا البرنامج. واليومك هذا كل ما في الإذاعة شافوا فيه فراغ ما عندهم برنامج ينزلوا قوانات. نعم. اليوم عمر البرنامج 11 سنة ما شاء الله، ولكن لا زال البرنامج إذاعة. شو معنى قوانات؟ قلت لك انا قبل شوي قوان. انا كنت قوان الاسطوانه ما ركزت يعني. انا ما لحقت عليه الحين. إيه. العلبه انا ما لحقت عليها. إيه. اللي شفتها بس بالافلام. إيه. او كديكور نشوفها في مكان اللي البشتخته. تشوف الاسطوانه اللي يحطون يشتغل اغنيه. هذا هو البشتخته. اي الهندل كذي يطلع الصوت. هذا المعروف. وهي الاسطوانه هي اسطوانه قار ما الاول صنعوا من قار. عرفت. هي هاي القوان. بعدين كلمه قوان يعني اغنيه. نعم. انت قاعد تقول قوانات يعني انت قاعد تغني. نعم. بما معناه يعني. أوكي. لو رجعنا الى 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 الى, إلى, إلى يعني الخلف قرابه 50-60. نعم. 70 سنة. نعم. كلمه قوانات كانت معروفه، انا اخذت الاسم وخليتها العنوان. نعم. كثير من الشباب سالوني نفس السؤال. صحيح. شو معنى قوانات؟ نعم. صحيح. فبالعكس الشياب اول كان يقولوا قوانات يعني. نعم. اغاني مثل نحن نقول كاسيتات، الحين ما في كاسيتات. أيوة. حتى أصبح كله يوتيوب. حتى سيدي صار ما في خلاص. ما شيء الحين الفلاشات. أيوة. يوتيوب تو الحين بس. صح كله يوتيوب حتى الأغاني. صحيح. طبعا بنسأل خالد بس شكلي أنا في يعني إذا حافظ أغنية حافظ الشعر نبي نسمع منك أكيد على هالبرنامج بيكون حافظ شيء إن شاء الله. خالد اشتغلت في عدة مجالات، من كل مجال شو اكتسبت؟ والله اشتغلت طبعا الناس ما تقول الخبرة، انا احب اشتغل في كذا شيء علشان اكون عارف ايش اللي اشتغلت. في عده مجالات اللي اشتغلت. اشتغلت في التمثيل، اشتغلت في الاخراج. نعم. اشتغلت في كتابات النص ايضا. نعم. اشتغلت ايضا في التصوير. جميل. اشتغلت ايضا في مسرح الطفل. ما فكرت انك تسوي شيء عمل تمثيلي او سكتشات تمثيليه تكون انت اللي الكاتب والمخرج والممثل وكل شيء انت من الاي تو زد؟ سويت كانت يعني أول استغليت هذه كانت الموهبه. اول سنه لي في الكليه فكان النشاط المسرحي في الكليه ما متحرك. نعم. فاضطريت اني انا اكتب النص، انا اللي اخرجه وانا اللي امثل
وانا كله يعني بتاع كله مع انه يقولون صاحب بالين كذاب، بس فعلا واحد مبدع يكون كل المجالات محتاجه في هذا الشيء، فكنت محتاجه في هذا الشيء تبدع. ايوه فمضطر انك انت تسوي كذا، فانت تسوي كذا وتسوي كذا علشان تكسبي بنفس الوقت الخبره. انزين ليش ما فكرت انك تسوي قناه يوتيوب، تسوي اشياء على اليوتيوب؟ احس اليوم اصبحت يعني مشاهده كثير انه يكون فيها قصه او شيء ملامس للواقع. والله بحكم خاصه انك تشتغل بروحك، يعني انك تشتغل بروحي، بحكم اني لما التزم في بروفات ياخذ علي شهرين. فالبروفات دراسه، اخلص من الكليه، انتقل على بروفات، ارجع المسا خلاص تعبان، ما عندك وقت، ما في وقت. فاذا التزمت قناه لازم اسبوعيا او شهريا اني انزل المتابعين. اوكي فلهم حق ايضا اني انزلهم، ما اني انزل اسبوع وسنه ما انزل ولا شهرين. المفروض انا تلتزم، لازم اني التزم كذا، فشويه الالتزام عندي المسرح يغلبني على الناحيه. نعم، حبك للمسرح اكثر. نعم. دكتور طالب، انا عندي الطلب مالي، يعني اذا في قصيده عندك، لان اتوقع ما تخلى من هالشيء يعني. والله اعوذ بالله من كلمه، انا يشرفني اني انا اول من كتب مقدمه غنائيه لاول مسلسل عماني تراجيدي اسمه تبقى الارض. فكتبت مقدمات اغاني، بس ما كتبت اغاني يعني. نعم. مقدمات، ويعني احفظ البعض، بس عندي قصيده نبطيه يلا على وزن يعني انا تشجعت اغنيه ميحي حمد. ايوه. عنوان القصيدة يا ظريف الطرف. فتقول القصيدة، هي صغيرة جدا يعني، هي طويلة بس أنا ما حافظها كلها. نعم. فتقول يا ظريف الطرف والحنة، ليه خذيت بربك فوادي، ريحتك من ريحة الجنة، جودي بيها خير الأجوادي، السهم لو صابني منه ما دواية غير الرقادي، هو طبيبي وشارب نسمه لسعته كم جرح زنادي، أنا كل ما فيني ما أخذنا للجسد والروح معتادي، بس قلبي ليش حال فينا، هاتي قلبي وشوية زيادي. ما فيك حيلة خالد، ما في ما شيء رأي؟ لا 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 ما نقدر إنزين أكثر شيء قلت الحين أن تحب التمثيل المسرحي، وأن خشبة المسرح هو المكان المفضل عندك، صحيح؟ أول مرة وقفت على المسرح شو كان إحساسك وشعورك أول مرة؟ بداية أول مرة ما كنت عارف يعني. لا 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 لا. وصف لنا إحساسك. أكيد, أكيد طبعاً في مشاعر ملخبطة. ربكة تكون ربكة. هناك ربكة وللحين. فمستغرب أنا في بداية مشواري أو بداية مسرحية ما كنت مرتبك، لأني ما كنت عارف المسرح صحيح، لكن بعد ما عرفت وتم يعني حصلت على ادوار قويه، ادوار بطوله وخاصه بطوله مطلق، زين تخافي. هاي الخوف من الفشل لانك انت خلاص تعودت على القوه، وفي رهبه من المسرح، في نوع من الربكه ما اعرف شو اسمها، هي رهبه المسرح، في رهبه. لكن اول دقيقه على خشبه المسرح خلاص تروح. خلاص صحيح. ايضا على فكره موجوده عند المذيعين، اول دقيقه من الهواء المفروض ان ينقع يا ننسى المفروض ان في اول دقيقه رهبه من الهواء وفي رهبه من المسرح، صحيح. ولكن القوي هو اللي يقدر انه يتجاوز هذا الموضوع. أيوة. وانه ينسى التوتر. احنا اذا جبنا العيد نضحك. صح. الحين دكتور طالب، ما شاء الله عليك ابدعت في كثير من كتاباتك اللي قلناها. اذا تكلمنا اليوم عن الدراما والتعاون ما بين دول الخليج، الدراما ومع الوطن العربي، اليوم مثل ما تعرفين القنوات التلفزيونية مليانة مسلسلات. نعم. والدراما يعني أنا يوسفني أنها أصبحت في رمضان هي التيمة الكبيرة. نعم. كأنها يعني هي مربوطة بالفطور والسحور. نعم. والصلاة والعبادة، فالكل قاعد ينتج حق رمضان. مو غلط المشاركات يعني التعاونية بين الأعمال، بالعكس احنا الحياة كلها فيها مشاركات وتعاون. والجميل في المشاركات هذه ان يعني هي فيها تبادل ثقافات، تناول ثقافات في نفس الوقت، يعني المعايشة الطبيعية جدا. احيانا كثيرة احنا في سلطنة عمان عندنا مثلا، كسلطنة عمان عندنا 8 إلى 9 محافظات، ومناطق السلطنة كثيرة كلها فيها لكنات، كل من منطقة لمنطقة لكنة. نعم. ف
فلما نحن نتناول في عملنا مثلا عدة لكنات أحيانا ننتقد، بس في الطبيعة وفي الحياة أنت لو تشتغل في مكتب، نعم، يعني خالد من ولاية الفلانية، صح، طالب من ولاية الفلانية، ما هو من لكناتنا تختلف، صح، في ناس يقولوا لا ليش تختلف، ما فيها شيء، بالعكس احنا انا اعتقد مؤسسة الانتاج برامج المشترك عملت برامج كثير جيدة وكانت فيها مشاركات. انا في الامارات اشتغلت، نعم، مسلسلين، مسلسل رحلة الانتقام بالعربية الفصحى ومسلسل هديل الليل بالعامية يعني، نعم، واشتغلت مسلسلين وحتى المنتج قال لي تكلم بلهجتك العمانية عادي. في مسلسل بعد فيه كمازرة كان على صوب مسندم كذي تمثل، هذاك فيلم مبدع، ترجم بالانجليزي هذاك فيلم، ايوه فيلم، نعم، للمرحوم سالم بهوان، نعم، كان فيلم جميل جدا، وايضا واللكنة كانت شوي يعني أيوة غريبة، أيوة، بس مع هذا كان وصل يعني. طبعا فيها من مسندم اللكنة، اللكنات ثلاث لكنات موجودة، نعم، الى صلالة الجنوب فيها الجبالية والشحرية ولكنات أخرى، إذا رحتي صوب البريمي في لكنات أخرى، في الشرقية لكنات أخرى، في الداخلية لكنات أخرى، مثل عندكم يعني اللي في الراس الخيمة يمكن عنده لكنة أخرى، اللي في عمان عنده لكنة أخرى، في الشارجة، في أبو ظبي، في دبي، وهكذا هي اللكنات تتداخل بين بعضها، بس في النهاية كلها تشتغل على خط واحد، ثيمة واحدة يعني. فبالتالي مشاركات العربية اليوم أكثر موجودة، انت لو تلاحظي في اعمال عربيه بين مصر وبين الاردن بين بلاد الشام صارت في مشاركات، في الخليج في ممثل عماني، في ممثل اماراتي احمد الجسمي ما شاء الله عليه، في كتابات ايضا موجوده، الاخ سعود الدرمك يشتغل مع جابر نغموش، نعم، في مسلسل وفي فيلم ايضا، في تبادل في، نعم، الدراما العربيه والخليجيه، وهذا ما يمنع في النهايه نحن عرب، نعم، صحيح نحن عرب ما يمنع ان يعني انا اذكر في عمل اسمه اخر العنقود، هذا انتاج المؤسسه عبد الرحمن النمر، في اخر احنا عند من الامارات كان، نعم، معنا سيف الغانم، كان هذا مبدع هالفيلم، اي سيف الغانم، ومن عمان كنت انا وفخريه وسعد عبد الرحمن النمر، ايوه اخر العنقود كان في هذا الدور، اخر العنقود اول عمل مشترك رائع، عبد المحسن النمر كان من السعوديه، نعم، بلال الشامي كان من الكويت، ففرح كانت من البحرين، هذا عمل جمع نفس الشيء، كان في مستوى راقي صراحه وقصه حقيقيه رائعه كانت، اي بجدا، ايضا المسلسلات اللي اشتغلت فيها استاذ سعاد عبد الله يعني، نعم، كانت في نفس الشيء من دول الخليج، نعم، بيتنا الكبير، اعمال كثير حلوه يعني. نعم الله يعطيك خالد الله. انا يعني انا احس ان الفشل هو محاوله نجاح، اوكي، ما بقول انك فشلت في شخصيه ما، ولكن اذا انت حسيت ان انت مو مقتنع بالدور اللي اديته، كيف تحاسب نفسك او كيف تثقل او تطور ادواتك المهنيه؟ والله في بدايه الامر ما انا اللي اقيم نفسي، عندي كذا شخص او لكن بعض الاحيان ممكن الشخص يحاسب عمره اول شيء قبل الاشخاص، اكيد 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 اكيد، لكن اذا كنت انا حاس، اذا كنت حاس ان اذا انت حاس، ايوه اذا حاس، حاس ولا ما حاس اول شيء، أوكي، اصير اسال كذا شخص معي، اصحابي كيف كنت اليوم، وهم طبعا كانوا متابعين لي اكثر من عمل، متابعيني في المسرحيه السابقه واللي قبلها واللي كذا، فهم يعطوني راي، ترى انت اليوم ما طلعت اوكي، ترى انت اليوم ما اشتغلت اوكي، فاذا كانت المسرحيه فيها اعاده يعني راح نعرضها مكان غير، لازم اشتغل على نفسي اكثر، حلو، اشتغل على نفسي اكثر، واذا كان ما فيها اعاده يعني تنساها، انساها واخذها في الدرج الاخير نفس ما يقولوا. الله يعطيك العافيه. واذا قالوا لك ان انت كنت اوكي وانت مو مقتنع ان انت كنت وايد اوكي، شو تحس؟ سؤال ممتاز. سؤال كثير ممتاز. ترى مخرج مسرحي الاستاذ دكتور طالب محمد. يعني ممكن انه يكون في مجامله صحيح بوسطنا، يعني ان اذا كانوا يجاملونك وانت حسيت ان المفروض انك كنت تقدم احسن، شو بتسوي؟ لان اقول لهم لا تجاملوني. لا تجاملوني بتاتا. إذا كنت تبوني أتطور لا تجاملوني، أعطوني، نعم، مستحيل حد يريدني أنا أتطور، نعم، زين ويجاملني، ف بس بالأخير بما أنك أنت حاسس نفسك أنت مش مقتنع فعلاً، خلاص، إيه خلاص، خلاص، صحيح، خلاص، خلاص، في عرض من المسرحيات زين قدمته، كنا متأهلين على مستوى شمال باطنة، نعم، وحصلت مدح كثير، فشدني الغرور، خلاص أنا، خلاص أنا ما راح أشتغل على دوري، في بعض الممثلين كذا كان، نعم، بداياتي، فقلت ما راح اشتغل كذا كثير على الشخصيه، خلاص دامني اتقنته وكذا، فلما تاهلت على مستوى السلطنه كان المنافسه اقوى، جات المنافسه اقوى، نعم،
فصرت الأضعف كأداء، الأضعف كأداء. حتى في المسرحية كان منتقد عليها الدكتور طالب محمد، مسرحية غافة المنتهى، انتقد عليها الأستاذ. فعلى طول بعد ما خلصت من العرض متضايق، لأن كنت زعلون هذا انتقد. لا 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 ما نزعل، لا في بعض الأحيان النقد بناء، ما نزعل، لكن كنت حاسب نفسي إني أنا ما أديت. ترى هو حلو المحاسبة، أنا شخصي حاسب نفسه. كنت حاسب نفسي حتى لدرجة إنه أول ما سلمت على الجمهور كذا طلعت على طول، فقلت خالد شو سويت؟ فقلت خلاص المرة الثانية إذا جيت أجي أقوى وما أستهين في أي شيء. أكيد بإذن الله. دائما النقد البناء هو اللي بعد اللي يساعد الممثل أو أي شخص. الله يعطيكم العافية، سوالفكم حلوة. بنروح فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. مشاهدين تريون بعد هذا الفاصل مع سوالفنا الحلوة مع ممثلين من سلطنة عمان. مكملين وياكم مشاهدينا ورجعنا لكم عقب الفاصل. وبنرجع لسهام، السؤال عندك كان سهام صح؟ الله يعافيك يا رب. دكتور طالب ما شاء الله عليك اشتغلت أو مثلت في دول الخليج ومصر ودول الخليج الإمارات ككل، يعني خلينا نتكلم عن كل دور مثلته في هالأماكن والمكان اللي أنت ارتحت فيه فعلا وحسيت نفسك بهالمكان أنت أبدعت. وأنا أول ما بدأت يعني في التمثيل حتى مسرحيا 1980 في مسرحية تاجر البندقية، كنت دور الإجرام مجرم فيلن. وسبحان الله من تلك الفترة استمريت أعمل دائما دور السيء في المسلسل، دور الإجرام في المسلسل. خلاص كاركتر وطبع عليك يعني. ولكني بالعكس عملت أدوار إنسانية واجتماعية كثيرة، خاصة في السهرات التلفزيونية. أعتقد في سهرة اسمها الحارة ودروب الحياة، نعم. إن شاء الله بنزلوها الأخوان بعد شوية. فحتى آخر عمل إلي الآن أنا شغال في فيلم عالمي اسمه أيام الماعز، رواية هندية من كوليوود، يعني زي بوليوود كوليوود، مجموعة كيرلا يعني الجنوب الهند، نعم. فبعمل فيلم سينمائي أوسكار كبير جدا، ودوري نفس الشيء فيلن بعد مجرم بعد يعني. نعم. فأنا العربي الوحيد في هذا الفيلم، ومعاي زميل أيضا سوداني يعيش في الإمارات، نعم. على أساس أنه هو ولد أخوي، فنفس الشيء عربي كوليوود. نقدر نعرف شيء القصة؟ هي قصة جميلة جدا، تكلم عن قصة إحنا بدو، نعم. فهذا الهندي يجي يشتغل عند البدو، فهو جاي لما واصل بلدنا على أساس أنه هو جاي قايلين له بتروح تشتغل في شركة وكذا وكذا. أول ما يوصل هذا البدوي يروح له يقول له انت فلان، يقول له ايوه، يقول له قوم معي نمشي، ياخذ جوازه يلحقه. هو اصلا مو اربابه، نعم، اربابه واحد ثاني، بس هذا شغلته كل ما لقى واحد يدور على اساس يعني هو طالب حد يعني، نعم. بس لما ما لقى ذاك الحد لقى هذا شاله معه. فاكتشف الشخص هذا نفسه انه في الصحراء مع الماعز مع الجمال مع وين الطموح وين الابراج الشاهقه. فهو يقول انا على اساس انه قالوا لي جنه ما اعرف ايش، فاطيح في الصحراء. فالقصة تبدأ من هنا، نعم. قصة نعم. إنسانية جميلة جدا يعني، ما فيها تلك القساوة، بس تكلم عن إنسان كان يحلم بشيء، نعم. ووصل لشيء آخر، ويا كثرهم مساكين، وبعدين يعيش مع البدو ويعيش في الحياة الموجودة. والبدوي هذا كريم جدا يعني، لغاية ما في النهاية يعني كذا كذا يبغي يتخلص فيهرب، نعم، يهرب ويروح إلى بلده. البدوي هذا يلقى ان هذا هرب، يقول خلاص ما في مشكله نجيب غيره يعني. هي السالفه، هي قصه يعني تقريبا تراثيه بالنسبه لهم، نعم. ولكن مخرج كبير جدا وانتاج ضخم جدا، نعم. المخرج يبغي يدخل بالعمل هذا الى جائزه الاوسكار، لان هذه الروايه عمرها الان 8 سنوات من يعني أفضل الروايات اللي نالت على جوائز في الهند، نعم. فأول مرة ينتج العمل، نعم. والحمد لله أن وأدوارك في حصلت فرصة في مجلس التعاون والله مصر. كثير اشتغلت، أنا اشتغلت في آخر العنقود، اشتغلت في مسلسل أويا مال للكويت، اشتغلت في رحلة عزوز في قطر، اشتغلت في الإمارات مسلسل رحلة الانتقام، نعم. وهدي لليل، واشتغلت في البحرين أيضا
كثير من الأعمال موجودة. نعم. يعني الحمد لله. دكتور قلت الحين أن أغلبية أدوارك كانت كمجرم أو شخص شرير، وانت وجهك وايد مريح. الحمد لله. اي والله فعلا وايد باين، فعلا باين انه شخص طيب. كيف تقدر او المسؤوليه على عاتق الممثل انه يطلع شخص مجرم او شخص شرير وشكله مخالف لهذا الموضوع، فكيف تقدر؟ شوفي استاذتي العزيزه، انت لو ترجعين للتاريخ الدراما المصريه، الفيلم السينما المصريه، تلقين ان توفيق الدقن ومحمود المليجي كانوا المجرمين، وفريد شوقي هم مجرمين كل الافلام، بس هم بشر وناس طيبين جدا وكرماء جدا. هذا يتوقف على قراءه الدور. نعم. يعني قد يعطي الوجه شكل من هالاشكال بالمكياج وأداء الممثل في نفس الوقت. ودراسة الدور بشكل علمي صحيح. نعم. علاقة الشخصيات، كيف تقدر تجسد الشخصية هذه. مع العلم أن أنا عملت كثير، يعني هديل الليل إنتاج دبي، شركة جرناس، هذا العمل أنا مطوع الفريج. أنا مطوع الفريج، أنا الشخص الكيس فيهم كلهم، كثير. نعم. كانوا سيئين بس أنا أفضل واحد فيهم. نعم. يعني مطوع. ويبقى في النهاية الممثل يجب أن يجيد جميع الأدوار. نعم. هي بس أنا أتكلم حقيقة، يعني هو العمل الكوميدي صعب. نعم صحيح. أنا أؤمن إيمان جازم أن ما كل واحد يعرف يسوي كوميديا. صحيح. أنا كطالب محمد لو بغيت أسوي كوميديا ما بنجح زي اللي. نعم. يعملون كوميديا وتعودنا عليهم. صحيح. يعني أنا أقول جابر نغموش، أقول مثلا أتكلم على مستوى الإمارات. نعم. الممثلين الموجودين جماعة علي، عبد الله زيد، أسماء. صحيح. انا لو اشتغلت معهم لا يمكن اوصل لمستوى في لقطات. هذا فيلم زيانة، هذا الفيلم ايضا مشترك بين عمان والهند. نعم. من تاليف واخراج الدكتور خالد عبد الرحيم الزجالي. هذا الفيلم اشتغلنا في كيرلا فترة الماضية ونزل على السينما، وتقريبا وصل 72 عرض، وراح يشتغل إن شاء الله قريبا في العراق وفي الأردن، وأعتقد يشتغل في المهرجان قريبا في العين. نعم. هذا فيلم اسمه زيانة، قصة جميلة، تكلم عن الاغتصاب. نعم. أحيانا تكون في أحوال تصير مرأة تغتصب، تكون بالنسبة للمجتمع ما يحبوها خلاص. صح. يعتبروها وهي مظلومة، بريئة لها، مظلومة. نعم. نعم. ففي الهند في منتجعات لعلاج هذا النوع من الحالات النفسية. نعم. صحيح. فالبنت تروح الهند عشان تتعالج بعد ما زوجها حتى يلفيها وكذا يعني. بعدين الزوج يفكر طيب أنا ليش أظلمها مسكينة، ما كان لها ذنب، فيروح يتابعها إلى حقها على أساس يعتذر منها. يحصل حادث في الطريق. الحادث عبارة عن أنه هو يركب باص، في هذا الباص صير نفس القصة، إن الثلاثة من الشبان يبغوا يعني يستدرجوا بنت، فهو يتهاوش وياهم ويصير الضرب وأكشن. نعم. فيلم هندي تعرفين. نعم. ولغاية ما يوصل لها. شخصية أنا شخصية الشياب اللي يروحون يتزوجون في بعض الدول من القاصرات. نعم. هذه أيضا قضية أخرى تناولناها. نعم. فأنا شخصيتي شخصية المزواج. نعم. بالقاصرات. في النهاية طبعا أتورط وما ارجع من الهند، بس يجنون هناك. خلينا نستعرض الفيديو. طبعا. دكتور يلا خلينا نشوفه.
لقطات حلوه والله. هذا برومو الفيلم. فيلم زيانه البنت هي زيانه باسمها طبعا الفيلم. اسم زيانه باسم البنت. بعدين زيانه هي الزينه يعني. صح. المرأة الجميلة الجيدة قد تكون ضحية يعني. صحيح. لكن هي في النهاية زينة يا ما من ظلم الناس بسبب هالمواضيع. هاي نظرة المجتمع البسيطة فعلا. نعم. دكتور اليوم أصبح يعني في لغة وإيماءات للجسد، أحس أن المفروض أن في التمثيل خاصة أن المفروض يدرسون لغة الجسد وإيماءات الجسد علشان المشاهد يقتنع أكثر في الدور هذا، هل تهتمون بهذا الموضوع؟ طبيعي أستاذة العزيزة، خاصة في السينما. السينما اليوم لغة أو صورة بصرية. لغة الصمت وجود الصورة وحركة الصورة والكاميرا في السينما أجمل بكثير من المسلسل. المسلسل مشكلته أنه 30 حلقة. ومليان حوارات، لو ما صارت في حوارات ما تفهم القصة، خصوصا العمل العربي. قليل من المخرجين اللي يلتزموا بالصورة ومع ذلك في التلفزيون، لأن 45 دقيقة مشاهدة. أحيانا المشاهد نفسه يقول ملينا من الحركة، بس السينما ساعة ونص ساعتين. صحيح. ونص، فتتحملين الصمت، تتحملين لغة الجسد. لغة الجسد في التلفزيون شوية صعبة مش كثير، بس في المسرح مهمة جدا. وفي السينما أهم بكثير. اليوم أنت ممكن تشوفين مشهد في السينما 10 دقائق ما في غير ملاحقة ولا كلمة حوارية ولا جملة حوارية، لكن في كاميرا تشتغل بشكل جميل جدا، في حركة أكشن جميلة جدا. تعطيك كل القصة. اليوم الأفلام القصيرة تفوز في المهرجانات مع أنه ما فيها أي حوار. صحيح. فقط فيلم يمكن من دقيقة ونص. بس يقول يعني رسالة عظيمة جدا ممكن. صحيح. تطرح من خلال دقيقة ونص. بدل ما تشوفي 30 حلقة ونفس الحوارات تتكرر، واللي شفنا السنة نشوف السنة الماضية ونفس الممثلين نفس. صحيح. وهكذا. صحيح. بالنسبة لك خالد، هل تعتمد على إيماءات الجسد في التمثيل أو لا؟ أكيد أكيد، أن في المسرح لازم نستغل هذه الإيماءات علشان أنا أوصل حالتي للمشاهد. لازم يعرف بالضبط، لازم أني أبذل قصارى جهدي علشان أني أطلع هذه الإيماءات للمشاهد. نعم. دكتور تكلمنا عن المسرح العماني، هل موجود وبقوة في الوطن العربي؟ المسرح العماني الآن في الفترة الحالية يعني خلال 6 سنوات اللي مضت. أصبح نشيط جدا. يعني الآن عمان فيها تقريبا أكثر من مهرجان. عمان فيها 7 مهرجانات في السنة. فهذه 7 مهرجانات تخلق حركة مسرحية في البلد. وفي نشاط يعني فائض جدا. من يناير لغاية ديسمبر في المهرجان الفلاني، المهرجان في الآن إحنا عندنا المونودراما. عندنا المسرح الشارع، مسرح الطفل، مسرح الكبار، المايم، الديودراما، يعني تقريبا كل أنواع المسرح صارت موجودة في عمان. وتقوم فرق أهلية بجهود ذاتية تصنع مهرجانات. فالآن الحركة المسرحية في عمان تونا احنا طالعين من مهرجان آفاق، وقبل كنا في مهرجان آخر اللي هو إبداعة شبابية. الآن داخلين على مونودراما وزارة نادي الثقافي، بعد كذا ندخل على المسرح العماني قريب. ففي حركة مسرحية دؤوبة مستمرة. ناهيك عن حكاية السكتشات. الآن في رمضان ما شاء الله في أنشطة حلوة يعني. يعني أنا أحسد دولة الإمارات العربية المتحدة في حركة المسرح اللي تدعمها الدولة. يعني الشيخ سلطان الله يطول عمره ما شاء الله عليه يعني مهتم جدا بالثقافة والمسرح في دولة الإمارات. ووجود الإمارات اللي فيها الكومبلكس كامل، الدعم المادي، دعم الفنانين، وجود مهرجان الشارقة المسرحي، مهرجان دبي للشباب، مهرجان العربية. دكتور بعد أنت تكلمت عن مشاركتك في المهرجان بأول نسخة اللي بالفجيرة. والله أنا كنت يشرفني جدا، يشرفني جدا أني كنت موجود منذ التأسيس في أول دورة لمهرجان الفجيرة للمونودراما. الآن المهرجان صار تقريباً عام، يعني صار فني عام، في مونودراما وفي غناء وفي شعر وفي بس منذ البداية والنشأة. أنا يشرفني أني كنت واحد من الناس اللي كان تواجده كبير جداً في هذا المهرجان.
مع زملائي اللي قاموا على هذا المسرح من يعني مهرجان الفجيرة. نعم. الآن هو دولي طبعا. نعم. وجميل جدا وشيء يرفع الرأس صراحة. الحمد لله. خالد بالنسبة لك هل تحب التمثيل المسرحي أم تلفزيوني؟ أكيد. وشو الأصعب؟ أول شيء أنا أحب المسرح شو اسمه المسرح أحب. أما التلفزيون جربته تقريبا مرة واحدة اللي هو كان عمل في الدكتور طال محمد وكان لي بس مشهرين. نعم. قلت أجرب تلفزيون رغم أن قالوا شوية صعب وما أعرف وش صرت وجربت مشهدين وطالت المدة لين ما نصور فكنت أقول له ما هي مشهدي ما هي مشهدي يقول لي اصبر ما هي مشهدي 12 ساعة أنا بس أنتظر مشهد مدته دقيقتين فقلت له كذا التلفزيون كذا التلفزيون صح في المسرح في ساعات محددة زين قال لي كذا التلفزيون قال لي شوية وبراضي هي يعطيك لا خلاص انزين شو الأكثر انتشار يعني أحس أنه يمكن التلفزيون من الممكن أنه يصنع نجم أكثر ولا لا شو رأيكم في الموضوع والله ما نشوف أن التلفزيون أنا أشوف الحين السينما المسرح سينما السينما الأكثر انتشارا. نعم. أنا أشوف أن الحين خلاص موضة التلفزيون راحت صح. أشوف فكذا الحين تو السينما الكل الله يسامحك شو موضة التلفزيون راحت نحن شو نسوي لا عفوا موضة المسلسلات والتمثيل لا عفوا شوف كل نوع كل عنصر من عناصر الأعمال هذه لها نجوميتها في نجم تلفزيوني في نجم مسرحي في نجم سينمائي اليوم في نجم سوشيال ميديا صحيح اليوم في نجم سوشيال ميديا اليوم ما شاء الله طالعين بالعشرات في السوشيال ميديا خاصة اللي عندهم قنوات يوتيوب وأبهروا ناس وصاروا لهم متابعين بالعشرات توصلوا الترند وما شابه ذلك بالعكس كل مجال فني في العالم لا شهرة لو نجوم وحتى الفن التشكيلي الغناء الموسيقى يعني حتى المذيعين نعم. في التلفزيون في مذيع قامة حبيت جوابك أيوة. لا بأمانة يعني في مذيعة معروفة خلاص مذيع صح. معروف نعم. يعني يقدم برامج قوية صارت على مستوى الميديا يعني فبالعكس كل شيء يخلق نجم فعلا صحيح. نعم. صحيح دكتور خالد طبعا أنت اشتغلت في الإذاعة والتلفزيون وين الأقوى أو وين تشوف نفسك أنت والله الإذاعة مكان ممتاز جدا معنى الإذاعة أصعب الإذاعة تعلم هي صعبة بس تعلم أنا نعم. كنت يعني قبل 6 سنوات 7 سنوات رئيس قسم الدراما في الإذاعة نعم. بس أول ما بدأت طبعا التمثيل كممثل وككاتب للتمثيليات والحمد لله وخرجت أعمال كثيرة والمكتبة زاخرة خالد لازم ما تضيع أستاذ طالب لا الكريم بدنا معي هو الحين يقول لي تستفيد من خبرته خلينا أدخل معك فأنا عندي مسلسل بعد رمضان نحن بعد جاهزين قاعد أسأل أقول له شلون عربيتك الفصحى لأن بالعربية الفصحى بس الإذاعة عالم آخر أكيد اللي يدخل باب الإذاعة يستطيع أن يصل إلى الأخريات يعني سواء التلفزيون أو السينما الإذاعة المعلم صراحة يعني أنا اشتغلت في الإذاعة ولا زلت في رمضان لي مسلسل شغال الحين ولكن الإذاعة جميلة جدا صحيح. أنت تقنع فيها المستمع تجذب بالضبط. فيها المستمع بكل شيء يكون عليك أنت فقط جسد الشخصيات فعلا. بالصوت حتى بالإيقاع بنبرة الصوت نعم. المفروض يضحك ويحزن ويشد الانتباه يشد نعم. الانتباه بالضبط. من الصوت بالضبط. فقط فهو وايد ولنا الحمد لله جوائز كثيرة في الإذاعة يعني فزنا على مستوى الوطن العربي والخليج بنعرف مهرجانات يعني نعم. مهرجان القاهرة اللي توقف من كم سنة مهرجان الخليج اللي توقف من كم سنة أيضا فكثير من الجوائز لنا الحمد لله فزنا فيها على مستوى نعم. الوطن العربي والخليج في الإذاعة نعم. وأيضا في التلفزيون والحمد لله بس الإذاعة ضيع. تبقى هي على فكرة أنا بخبركم سر عن سهام عادي سهام تبغى تخوض تجربة التمثيل هو شوف عندكم في الإمارات عندها الأساسية عندكم في الإمارات المنطقة اللي كانت مشتهرة جدا في المسلسلات الإذاعية الشارقة نعم. أنا أعرف أن زي سالم الحتاوي رحمة الله عليه وكتاب كثر كتبوا في الإذاعة كان في إنتاج إذاعي جميل في الشارقة فترات سابقة أنا الآن ما قاعد أستمع نعم. يعني رزيق الطارش ومثلين آخرين كانوا نعرفهم من خلال الإذاعة صح. بعدين وصلوا التلفزيون الآن التلفزيون صار نشيط والمسرح أنشط في الإمارات بس الإذاعة كأنها يعني ما أعرف توقفت الله أعلم هي موجودة بس يمكن ما لها ذاك الصدى صحيح نعم. الله شاء الله وانت شو خاطرك تصيرين
انا لا جربت انت جربتي التمثيل ما شاء الله أنا ما شاء الله جربت التمثيل بس انا حبيت التلفزيون يعني بتم في التلفزيون خلاص تبغين نجمة انت شو رايك ننتقل لركنة تراث اي والله عندنا خالتي ام محمد وسوالفها الحلوة خالتي مريم اهلا وسهلا فيك حبيبتي احنا شوفي قسمنا التراثي كل شيء ما وشفتي الاكلات الشعبيه المكان الحلو والله. يعني روح يرد الروح هذا أكيد. المكان اكيد العريش يعني وغيره تذكرت تريد الى الماضي وذكرياته واشياء يعني كيف اقدر يعني اخذ الجيمات جميله تفضلوا معنا طالب عندك مداخله عليها على خاطر والله مريم. انا بصراحه الاعمال التراثيه اليوم صارت نادره الوالده الان قاعده تسف شغاله في يعني هذه نادره قليله جدا صحيح. احنا نخاف ان الجيل القادم راح ينسى كل هذا الكلام لا الحمد لله احنا نغرسه في ابنائنا هذا الشيء نعلمه للاجيال للاجيال قالوا يتعلمون في المدارس في هذا نسوي ورشات عمل نسوي كل شيء يعني احنا لحد الان محافظين على هذا الشيء في كل مكان يعني شيء جميل جدا وايد في تشابه بعد ما بين السلطنه والامارات في هذه الامور صحيح تشابه كبير تشابه يمكن اختلاف في الاسامي ولا هي نفس الشيء يعني نفس البيئه نفس المكان نفس الزمان نعم احنا اليوم نتكلم عن رمضان نعم ما دام احنا شهر رمضان المبارك نعم نتكلم عن رمضان كيف كانوا الايام العشر 30 يوم اول الصوم يقول له رؤيته وفطر له رؤيته نعم صاموا عدوا 30 يوم شعبان صاموا 30 يوم رمضان فطروا زين ولكن هالشهور العشر الاولى اللي مضت احنا اليوم 11 رمضان صح يسموها هذه العشر عشر العيايز صح العشر اللي مرت صح العيايز يسموها عشر العيايز ليش اعرف يسموها اكيد بنعرف العلم مع دكتور طالب يسموها عشر العيايز الحين دخلت عشر المرضعات الحرمه اللي ترضع جنينها نعم هاي العشر اللي علينا اليوم البارح اليوم ابتدي يا ابو نعم العشر اللي بعديها يسموها عشر المتشرطات مثلش انت يعني وهذا ابغي الاولين كانوا يعني ما يصير الاسواق ما مثل الحين يعني الرجال اي شيء يجيبوا لهم خذوا عنوعات يعني يقولوا يعني مثل المتشرطات يقولوا يعني مثلا نبي كندور ابو نفع وقايب ابو نفع نبي كندور ابو ثيله نبي ابو كندور كاحلنا نبي توب ميزع نبي ماذا يعني يتشرطوا على الرجال وهو يروح ويجيبوا لهم نعم اما الحين بروح الحرمه تسوق لنا في الساعه نعم بنسال الدكتور طالب عن الايام العشر الاول العيايز والمرضعات وهي اي لان العشر الاولى هي مثل الاختبار في الانسان نعم فهل فعلا الواحد يستطيع ان يكمل هو عيوز ولا مو بعيوز ولا مثل العيوز والشياب والله انها بتريح هم العيايز ولها واحنا اللي ها لما يوصلون النص عاد خلاص ترى انترست البطون كل شيء صاروا متعودين فصار في شطارة يعني في الحالة بس المسمى المرضعات يعني هي قالت ان هالعشر الثواني الثانيات يسمى المرضعات ايوه يعني انا اعتقد هذا ايضا له علاقة بالامهات والرضع نعم. وما شابه ذلك يعني بما معنى يمكن حتى تصير يمكن كبر. يمكن نعم. لان أيوة. المرأة المرضعة المفروض تاكل اكثر فنحن أيوة. العشرة الثانية ناكل اكثر الاخيرة خلاص الاخيرة ينتظرون العيد فتلقين يركضون حق يعني بركات العيد أيوة معنى الاخيرة المغفرة يعني المغفرة وهو لازم يكون في الاعتكاف بالضبط نعم حتى نفس المسميات هذه معاكم في عمان نفس موجوده نفس الشيء في اشياء ثانيه هي تفترق من منطقه الى اخرى حتى نعم. الاستاذة العزيزه تعرف يعني انا اعتقد المصطلحات هذه يمكن موجوده في منطقه ما موجوده في منطقه اخرى وحتى لو موجوده اسمها تغير شكلها تغير نعم نعم خالد نفس الشيء بس انا زعلان ان كله باسم الحريم ما يخلوا شيء للرياييه ما شيء زي مسميات عندكم انتم في عمان المعاريس شيء شو اسمه للرياييه يمكن عندكم مسميات في عمان ما اعرف والله ولا الأول شيء لاول مره على فكره هي العشره الاوائل اصغر عمره مو قالت العشره الاوائل هي للعيايز يعني ما قالت عيايز اي شياب العيايز على فكره المراه ما تكبر علشان تشيل العيايز للرجال الله يعطيها الصحه والعافيه مو مساله بعد ما تكبر ما في امراه قبيحه في العالم فعلا أنثى لها ملامحها ولها جمالها حد يقدر يقول شيء لا ما أقدر وياك الكلام واقف ما أقدر نناقش وحيدين شباب
ضيوفنا اكيد بنروح نحن وياكم لبريك سريع وردي لكم، خلكم ويانا ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا. انا قلت حق مروه صبيني شاي بس هي شكلها نقبتني، ترست لي على فكره طلبت طلبتي خاشوقتين. لا لا حبيت اسولف عليك اسولف عليك، بس هو دائما اذا فنجان قهوه مثلا الشاي عادي ما في نقمه، لكن على فكره هذا دليل كرم اي، لكن فنجان القهوه لا. اذا صبيتي وترستي عين عنبوه قطره عين، لكن اذا ترست حقك شو اذا ترست لك الفنيون لا ما نقمه نقمه هي يلا خلصنا يلا الله لا بس هذا دليل كرم أكيد يعني أكيد. انا وايد احبك عشان شيء اكيد بس احنا ضيوفنا طبعا ما بنطردكم، بنقول لكم بالعكس سؤالكم وايد حلوه ونرحب بكم مع خالتي مريم تترياكم هناك في ركن الترعه. اهلا وسهلا فيكم، فوالتكم طيبه ان شاء الله، الله يحفظكم وتكملون فوالتكم هناك. اهلا وسهلا حياكم الله. خطار السلطنه اهلا وسهلا فيهم سلطنه واهل السلطنه. أرحب بالجميع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة كيف الله. كيف حالكم عساكم الطيار؟ إن شاء الله بخير. خير والنعم. طول عمرك يا رب. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. الله يسلمكم يا رب. حياك الله. كيف حالكم؟ هاي يسوون؟ هاي تسوي سفرة صرود، أنتم ما أعرف شو تسموها بعمان عاد. نفس الشيء. نقول صرود. يعني ما الله أعلم أنتم مسمياتكم مثل مسميات. نفس المسميات. الحين هذاك إحنا نقول الحب. هذا هو حب. إنزين. حب. بس الكبير خرص. ايه الخرس ايه الخرس ايه نفس وهاي شو يسموها؟ احنا نقول الشربه. ايوه الشربه هاي اللي هناك يحلى؟ ايه شربه مش يحلى، هذه احنا نقول الشربه مثل القدو. يحلى احنا نسميها يحلى، احنا نسميها اليحلى اللي هي تي اكبر جحلى. هي هذه كنا فيها كنا فيها راس ذاك الصوب. ايه مثل القدو مثل القدو مثل القدو ايه مثل القدو ايه. زين انا عندي لك سؤال انت بسالك. احنا طبعا خليجنا واحد طبعا، عمان والامارات وكل شيء، بس احنا عندنا ما الاشياء نستخدمها في البحر، انا بتكلم عن البحر. احنا عندنا اسامي القوارب، عندنا زعيمه وعندنا البتيل وعندنا الشاحوف وعندنا الماشوه وعندنا من هذا الاسم، انتم ما اعرف شو تسموها. نفسها نفس الشيء نفسها ما تغيرت، الحبل والميداف وال... كلها 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 نفسها، البيطه هاي كلها نفسها، والدقل ما الدقل كلها نفسها، والمنيار كلها كلها نفسها، والفطام مال الغوص والسكوني كلها نفسها. اي نعم نفس الشيء يعني نفس مسميات، ما في فرق بيننا وبينكم. بس يعني في في يختلف الاشياء. هو هو شوفي استاذتي العزيزه، الاختلاف حتى عندنا في عمان من منطقه الى اخرى تختلف، تختلف المسميات. نعم نعم. بس تبقى قريبه من بعض، يعني احنا عندنا مناطق البحر في صور شرقيه عمان، وعندنا مناطق البحر في صلاله في ظفار، عندنا مناطق البحر ايضا موجوده صوب الباطنه صوب السويق ومصنعه المناطق هذه كلها، ففقط اللفظ يمكن يختلف لكن كلهم يتفقون على نفس التسميات. نعم. لان البحر هو البحر والوطن هو الوطن، الوطن ماشي احنا ترى ساحل صحيح. ما بيننا اي شيء صح. من مسقط الى مسندم مرورا بهالساحل الطويلة، نفس السكان نفس الناس نفس الطبائع نفس بيوت العريش والكريم والهوري نفس نفس بيوت الطين اي نفس السفن اللي موجوده كانت يعني البوم وغيرها من السفن المعروفه وما ادري شو بالضبط ايوه نفسها ما في فرق. الانشات والهاي كلها كانت حتى لبسنا نفس الشيء، كان يصيروا فيها الغوص هذه الانشات الاول عندنا احنا يروحوا فيها كبيرة. يصير أيه. الغوص تم اربع شهور هناك اي هذا يعني لهم موسى من الغوص هذا البدن والبوم السفن الكبيره مالت السفر مالت السفر مالت الرحلات مالت تودي شحنات تشحن اغراض تشحن تودي اوادم كان يجيب نعم. التمر ويجيب هذا من البصره ايوه التجاره اللي كانت موجوده القلات مال التمر يجيبوها يشلون من عمان مثلا يشلون التمر يشلون السيم ايوه يشلون الاشياء الخزفيه يبيعونها والسمك القرقور هذا اول القرقور صنعوا من السعف بالضبط ويجيبون من هناك وبعدين سووا بالحال البهارات مال البهارات الاشياء الموجوده في زنجبار في الهند في الهند في, الهند في بمبي في كيرلا تاجروا اول ترى من الهند وغيره هم ترى احنا على الساحل كلنا موجودين. نعم نعم. فالسفر كان صوب صوب كيرلا يعني حتى كيرلا حسب حسب الترجمه هي اسمها خير الله هي كيرلا هي خير الله
فكان اسم عربي معروف، كان دائما الناس لما يروحون الى منطقه جنوب الهند كان يجيبون الخيرات من هناك، لذلك كانوا يسموه خير الله هناك موجود يعني. فهم بس باللكنه مالتهم بالكاف بدل الخاء يعني. نعم نعم. وانت شو عندك من المعلومات بالطبع؟ والله احنا نعرف ان معانا ولايه مطرح اللي كان السوق الرئيسي كان معانا في مسقط، هو اللي كان البحارة والتجارة كانت كلها هناك، كانت تطرح في السوق عشان كذا سموها مطرح. مطرح مطرح. فكانت هي اللي كانت تربط بين الهند وزنجبار وباقي الدول، كان هناك نستخدم هذه المنطقة فاشتهرت فيها مطرح. كل شيء عمال أول هي اسمها خور بمبا. خور لأنه كان عبارة عن خور لما البحر ينزل، فبمبا جاية من عند من بمبي يعني تقريبا. فكان التجار يجوا من الهند يطرحون أغراضهم في مطرح خور بمبا. أيوة. هذا الاسم القديم، هي مطرح طبعا معروف. أكثر شيء عمان فيها تميز في اللبان، لبان في جنوب عمان، وفي صلالة. أي في صلالة في شجر، أنا شفت اللبان شجر اللبان. يعني هي أشجار اللبان موجودة بين عمان وبين اليمن وبين الصومال، هي امتداد حسب الأودية اللي كانت موجودة. وعمان تشتهر فعلا مثل ما تفضلتي باللبان الظفاري المعروف. وهذا اللبان تاريخيا لو نرجع في التاريخ كذا البعيد أيام الفراعنة كانوا يأخذون اللبان من عمان ودوه إلى معابدهم في مصر أيام الفراعنة. أيضا بلاد بابل كانوا يأخذون اللبان من عمان إلى اليمن، فهذه كانت تستعمل كطقوس في المعابد وما شابه. ولليوم احنا نولع اللبان حق الريحه لحد الان يعني نستعمل اللبان. واكثر شيء يوم نقول من صلاله بنجيب لبان من صلاله. هي هديتنا اللبان. واليوم في العطور بعد، هاي العطور طبعا طبيعتها الحقيقيه هنديه، بس صارت الحين في عمان في صلاله اكثر من الهند، الهند اقل صار الحين. لذلك التركيبات يعني مثل ما تفضل الخوات يعني الامهات، ان احنا عندنا صارت المراه تصنع البخور، تصنع اللبان، تصنع السعفيات، تصنع اشياء كثيره، فهي عادات وتقاليد موجوده. نعم صحيح. بس طوروها بالضبط. البخور عندكم نفس الشيء، الدخون والبخور يصنعوا حتى هنا كل شيء يعني. فيها. نعم جميل. الله يحييكم. ما تقهويتوا القهوه العربيه قهوتنا يعني. يلا صب خالف عليك. الاصغر تكب عليه القهوه. قهوتهم غير عن ذيك القهوه؟ لا من مضبط القهوه؟ بس ما شاء الله رطب عندكم. انا مضبطت عندكم رطب ما شاء الله. هاي نعم خلاص نزل عندكم الموسم. هي عندنا في رطب نازل. شو اسمها؟ ها؟ شو اسمها انواع الرطب؟ وايد انواع رطب. على السكر الحين اولا يكون الصلاني، في ايش يسمى القش، لا ايش اسمها هذا الغال، اول شيء تنزل الخش في الخاطر، الخاطر الغال قش حميد، هذا الحين اول شيء. اول شيء ايوه. وين هالاسماء الحين حد يعرفها من جيلنا؟ ما حد يعرفها. بعدين عاد لا بعدين عاد الغال وما ادري شو هذا، بعدين الخضيز بعدين يعني دخل مو دخل اول شيء خلال شوش تنزل والخلال اللي هو يكون اخضر. خلال ايه خلال توه هي توه. لا اول يسموه الحبابو. نعم. أول ما يبتدي حباب صغار. صغار يعني. بعدين الخلال. أول كانوا يشكوهم ياخذوا ساعة النخيل يشكوه شك ذي يسووه مثل العقد. مثل نعم. العقد. نعم. هذه يعطوه هدية حق الصغيرين لغاية ما ينضي بعدين ياكلون منه. نعم يا فكان زي الهدية كذي يعطون الناس. هذا أنت مستمر هذا؟ لليوم مستمر. الله يعطيكم العافية. وفي هدية بعد مقدمة منكم حقنا. ان شاء الله تعالى تلفزيون الفجيره عطات من الضيوف عندكم الحين. حياكم الله. مشكورين وقصرتوا كرمكم الله. كرم من قال. تفضل تفضل. يا فعليك نورتونا فعلا، استانسنا بسوالفكم. الله يطول عمرك وان شاء الله نكون بياض وي سوالفنا وبفوالتنا ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم يا رب. تفضل خالد. لا 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 دكتور دكتور. هذه درع من فريقنا الإعلامي. نعم. في سلطنة عمان الإعلامي. أي نعم في سلطنة عمان. نعم. إلى تلفزيون الفجيرة وهذا البرنامج الطيب. كل الشكر. هاي فوالتنا عن فوالتكم.
الله يعطيكم العافيه. خوالتكم وصلت وضيافتكم وصلت. العافيه ونورتونا اليوم فعلا. استانست معاكم. الله يحفظكم وتردون بالسلامه يا رب. وجودكم اليوم روح لنا شرف دكتور. بلادنا هذه بلادنا ومكاننا وما غريبين على المكان. الله يحييك. الله يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. للأسف وصلنا لختام حلقتنا لليوم والأوقات فعلا مع ضيوفنا من السلطنة. ربي حفظكم مرة بسرعة أكيد. نعم. مشاهدينا وصلنا للختام. نتمنى اليوم حلقتنا إن شاء الله وهذا التميز اللي كان باستضافة الدكتور طالب والممثل خالد طبعا ضيوفنا من السلطنة فعلا بياض وجه ما شاء الله عليكم. ما قصرتوا بحواركم الجميل والإثراء اللي نورتونا أيضا. بارك الله. نعم. نورتونا أكيد. تصبحين على ألف خير وأنتم بخير يا رب. تصبحين على ألف خير سهام وأيضا نورتونا ضيوفنا لليوم ومشاهدينا أكيد تصبحون على ألف خير أنتم أيضا. ولا تنسون تريونا باتشر في نفس الموعد. فوالتنا بتكون غير وضيوفنا إن شاء الله بيكونون غير. ونقول لكم إجازة سعيدة بعد إن شاء الله. الله يحفظكم. مع السلامة. مع السلامة.